مشاهدينا الكرام مساء الخير، اهلا بكم الى حصه في المزاد. اذا رغم كل المعارضه والسلطه متفقه على ضروره الاسراع في الحوار، لكن الاختلاف الحاصل على شكله مضمونه والضمانات والجهة المشرفة عليه. النقاش طبعا احتدم مؤخرا على خلفية اقتراح أسماء شخصيات وطنية من طرف بعض المبادرين لقيادة الحوار الوطني، لكن الشخصية المطروح أسماءها بقيت تتأرجح بين التحفظ وبين الرفض وبين من يشترط مناخ مناسب لهذا الحوار. نتحدث عن هذه القوائم المقترحة، هل ستساهم في توضيح الرؤية معالم الحوار أم أنها تشوش على بعضها البعض؟ وما هي أولويات الحوار؟ هل هو اختيار الشخصيات أم إيجاد آلياته وظروفه؟ وقبل ذلك هل يمكن اعتبار أن اختيار الشخصيات أولوية أم إيجاد آلية الحوار المناخ المناسب لها كما قلت؟ لكن نقف قبل ذلك، قبل أن ندخل في قائمة الشخصيات المقترحة طبعا من طرف بعض المبادرات، لا بأس أن نتوقف عند أهم التعديلات التي أقرها المجلس الدستوري والتي تتعلق بحضور المترشح للرئاسيات شخصيا لإيداع ملفه. طبعا هذه النقاط سأعرضها للنقاش مع ضيوفي الكرام الذين أتشرف بحضورهم اليوم في بلاتو في المزاد، ويشرفني حضور السيد نور الدين بحبوح الأمين العام لاتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة. ويشرفني أيضا حضور الخبيرة الدستورية الأستاذ عامر الرخيلة. أهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا. ويشرفني أيضا حضور السيد عبد الرحمن حمزاوي وهو القائد العام للكشف الإسلامية الجزائرية. أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. ويرافقني في النقاش كالعادة الأستاذ علي ربيج. علي أستاذ جامعي محلل سياسي. أهلا بك علي. مشاهدينا الكرام، إذن سنتحدث على هذه التعديلات التي أقرها المجلس الدستوري في هذا التقرير ثم نعود للنقاش. النظام المحدد لقواعد عمل المؤسسة الدستورية الأولى في البلاد محور تعديلات هامة نشرت في العدد 42 من الجريدة الرسمية، أبرزها إلزام الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية بإيداع ملفاتهم شخصيا لدى المجلس الدستوري تفاديا لتكرار ما حدث في رئاسيات أفريل الملغاة. هذه عبارة عن سوابق عملية قد تكون إيجابية قد تكون سلبية، إلا أن سلبياتها تخلي المشرع ولا المؤسس ولا الهيئة اللي عندها صلاحية تفكر في ضبط الثغرات وضبط النقائص حتى لا تتكرر مرة أخرى. القراءة والعمل الدستوري يتطلب من الميكانيزمات وآلية المجلس الدستوري أن تتفاعل، لأنه هو الأول والأخير المنوط به رقابة الانتخابات الرئاسية وأيضا متابعتها حتى للنهاية. التعديلات التي ارتفعت بموجبها مواد النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري من 89 إلى 104 عرفت حذف المادة التي تشير إلى كون آراء وقرارات المجلس الدستوري تتمتع بصفة الإلزامية لجميع السلطات العمومية والإدارية والقضائية. ما المفروض على السلطات العمومية وعلى ذوي الشأن أن يفكروا في قضية اختيار المجلس الدستوري لأن يمد رأيا صريحا دقيقا ملزما عنده حجية الشيء المخضي فيه فيما يخص الآجال والمواد واستدعاء الهيئة الناخبة وغير ذلك، لأن وضع المجال المفتوح هذا يخلينا في حالة غامضة وحالة مبهمة، وبالتالي لكل ذو شأن وذو رأي يبدي برأيه. وإن كان مجال رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج من صلب عمل المجلس الدستوري، فإن إقرار هذه التعديلات في ظل ما تشهده الجزائر من حراك يؤشر دون شك على حجم الاهتمام الذي توليه السلطات لإنجاح الاستحقاق القادم. مشاهدينا الكرام أهلا بكم مجددا. إذن الموضوع الأول من النقاش في المزاد حول تعديلات نظام عمل المجلس الدستوري ورهان الرئاسيات القادمة، وباعتبارك خبير في الدستور أفتح منك النقاش الأستاذ عامر أرخيلة. ما هي قراءتك لهذه التعديلات؟ هل هي تعديلات عملية تؤسس للذهاب نحو رئاسيات شفافة أم أنها هي عبارة عن عملية تجميلية بدرجة الأولى؟ هو إحنا الآن بصدد مراجعة النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري. نعم. طبقا للدستور 2016 مادة صريحة في أن المراجعة هذه تكون في ظرف 3 سنوات، بمعنى أنه في 7 مارس 2019 كان المفروض يكون هذا النص. لماذا؟
لأن المؤسس الدستوري لما حرر دستور 2016 طرح فيه اختيار جديد وهو دفع بعدم الدستورية، ولكن لتطبيق الدفع بعدم الدستورية التي تضمنته المادة 188 وما يليها من الدستور لابد من وجود آليات، لابد من وجود إجراءات. هذه الإجراءات جاء اليوم النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري في شكله الجديد، يعني عندنا نظام تاع 2012 الآن رانا في 2019، عندنا نظام تم إثرائه وإدخال فصول خاصة بالدفع بعدم الدستورية. الآن نقدر نقوله بأن الفراغ اللي كان موجود من ناحية الإجرائية، من ناحية الإجراءات اللي كيفية ممارسة الدفع بعدم الدستورية، الآن نقدر نقوله باللي ابتداء من غدا يمكن للجزائري أن يدفع بعدم الدستورية. والقانون جاء حد الدرجات، ولكن خاصة بالمتقاضي لوجيستيسيابل، طيب ماشي على بورتي تو المود، ماشي في متناول الناس الكل، هي خاصة بالمتقاضي. المتقاضي الذي يرى حكما من الأحكام تاع القضاء ولقى مادة من المواد القانونية التي تطبق عليه في نزاعه مع الغير، نعم، سواء كان في المادة الجزائية ولا في المادة المدنية ولا التجارية ولا في غيرها، من حقه أن يدفع بعدم الدستورية. والدفع بعدم الدستورية يصل المجلس الدستوري، ولكن حتى يصل المجلس الدستوري يمر بالمراحل اللي هي موجودة، مرحلة الدرجة الأولى، مرحلة الدرجة الثانية، ومرحلة الطعن ولا الاستئناف، سواء في القضاء الإداري أو في القضاء العام. أنا الشيء اللي حبيت نشير لهنا أنه الشيء اللي راه موجود الآن ولا نتكلم عليه هو التعديل الذي أدخل على النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري، واللي يعود آخر تعديل فيه ل 2012. الآن الشيء اللي راه موجود عندنا أنه جات المادة 215 من الدستور تتكلم عن الآليات أنها توضع مستقبلا دستور لسد الفراغ، لكن إلى أي مدى أنه هذه المواد ليست غامضة، يعني خاصة في مسألة تفعيلها آلياتها غيرها؟ شوفي، كاين مادة أثرت اليوم بحديث في كثير من الأوساط، هي قضية أنه كان فيه ما كانش فيه نص يقول باللي ما يمكنش المترشح أن يتقدم بالنيابة، حتى لا نقع في نفس الخطأ ربما. لا لا، ولكن الشيء اللي وقع المرة هذه هو خرق المادة 23، طيب، من نظام المنظم لعمل المجلس الدستوري تاع 2012، مادة صريحة، طيب، كانوا يتم إيداع ملف الترشح للانتخابات الرئاسية من طرف المترشح، والآن جاء النص يزيد يأكد عليها. يعني التعديل هو تأكيد أكثر منه لصد فراغ معين كان موجود أصلا في النص الأصلي، هو كان يقول، طيب، من طرف الشخص، وبعد ركبنا شخصيا ومنصب رئيس الجمهورية إذا كان بالنيابة يتم الإيداع تاع الملف تاع المترشح. أنا يمكن الذهاب أبعد من ذلك، أنه ما يكفيش الإيداع تاعه، لابد من وجود حوار بين المترشح هذا وعضو مقرر من المجلس الدستوري أو أعضاء من المجلس. يعني تقترح هذه كإضافة ولا كان موجود يعني؟ لا لما نقوله بلي شخصيا أكيد راح يستقبل في المجلس الدستوري، حتى يكون انطباع الشخص هذا، ربما الشخص هذا عنده عيب في النطق، ربما الشخص هذا عنده عيب خلق، حتى لو كان عيب في النطق، يعني تشرشل كان عنده مشكل في النطق. لا وضع يعني. آخر وضع آخر، لو ناخذ الأمثلة تاع يعني قلت لك لأنك تحدثت عن إشكالية في النطق. طيب إشكالية في النطق، احنا شعب تاع الخطابة، تاع الخطابة، طيب لازمنا واحد اللي يخطب هكا، تشوفي من 62 حتى اليوم مش قابلين العقاق ما تقلقش، منهم الناس اللي تركوا أثر من الممارسين لمنصب رئيس الجمهورية، هو الشخص اللي كان عنده قدرة على الخطابة تاع الشخص التواصل تاع الناس، وهذا مهم جدا. طيب أستاذ بحبوف، في هذا الإطار هذه التعديلات إلى أي مدى تخدم، يعني من أجل الوصول إلى رئاسيات شفافة، يعني هذه التعديلات كيف ترى؟ هل هي نية من طرف السلطة كي تعبد الطريق نحو رئاسيات؟ شكرا. أنا ما نديرش قراءة دستورية لأنه الأستاذ قراءة سياسية باعتبارك حزب سياسي. أنا ندير قراءة سياسية، أقول لك أولا بأن فيما يخص هذه التعديلات اللي جات في المرحلة الحالية تتكلم أساسا على عدم دستورية، ولكن تتكلم على المتقاضي فقط. من المفروض هذا باش نعطيك قراءة سياسية، من المفروض هذا كل هذه المواد عندما تمت يعني من طرف السلطة في
الوقت في انا في انا ذاك تمت يعني تسويق بان تعديل دستوري ويسمح للمواطن ان يطعن في عدم دستوريه، من المفروض تكون موجوده في الوقت المناسب في الوقت هذاك. لماذا؟ لان اللي تسمح للمواطن 3 سنوات 4 سنوات ممكن كان متقاضي كانت عنده مشاكل، لا ولكن الخساره تاع المواطن. اذا شوفي يعني باش نرجعوا للقراءه السياسيه بان كل ما ونوجد الآن ونكتشف الآن بأن هناك ثغرات مبنية أساسا على تسيير الدولة، كأننا عايشين في مملكة القوانين نبرمجها كما حبنا، ندير لها قراءة كما حبنا، ولكن التنفيذ أو التطبيق نخليه موجود على حاله. هذا قراءتي السياسية. أما الآن أتت في المرحلة الحالية ممكن نقول مرحبا بها، ولكن أقول لك عندها 3 سنوات المفروض تكون موجودة، والمتقاضي هذا عنده حق، كان عنده حق ممكن يطعن في عدم دستورية قرار أو مادة، ومن المفروض فيما يخص عدم دستورية تكون مفتوحة كما هو موجود في العالم كله، موجودة حتى في كل القوانين، وموجودة اللي كان في دول باللي عشر مواطنين عندهم حق باش يعني يتكلموا على عدم دستورية مادة أو نصوص. إذن قراءتي السياسية هذا فخ من الفخوخ اللي رانا نحلو فيه ممكن بالتدرج. نعم ربما نعطيك السيد حمزاوي قراءة، وقدمنا قراءة سياسية، قراءة كمجتمع مدني، يعني لأي مدى تقدم هذه الإصلاحات؟ شكرا. تطمينات للتوجه نحو انتخابات رئاسية آمنة يعني بين شفاف. طبعا ربما هذه تعديلات جزئية في يعني في نظام انتخابي. الآن الحراك ويعني كل الفعاليات الآن تطالب بمراجعة شاملة لمنظومة الانتخابات في الجزائر وكل العمليات التي تؤثر العملية الانتخابية، لأنه في الفترة السابقة كانت فيه أزمة سواء في من ناحية القوانين التي كانت تؤثر العملية، وأيضا كان فيه إشكالية في تطبيق القوانين في حد ذاتها كما كان يتحدث الأستاذ. الآن هذه المادة اللي كانت المادة 28 الآن عوضت بالمادة 48 في التعديلات الجديدة فيما يخص إيداع الملف المترشح لملف شخصيا الذي يقرأ المادة السابقة لم تنفي أنه المترشح لابد أنه يعني هو يودع الملف شخصيا، لكن تطبيق المادة يعني لم تحدد هذا الشيء يعني بعينه، لكن في التعديل الآن يحدد هذا الشيء. أعتقد أن هذه التعديلات الجزئية ربما هي عربون يعني للمطالبين الآن بتعديلات وضمانات حقيقية حتى تكون فيه طمأنة للرأي العام بأنه فيه نية صادقة يعني القيام بتعديلات حقيقية جوهرية والتي ستسمح بالذهاب إلى انتخابات رئاسية في ظروف شفافية والنزاهة ووفق قواعد لعبة يقبل بها الجميع. نعم أستاذ علي ربيج، قراءتك السياسية يعني لا هو نظن هذا الذي حدث هو شيء قانوني دستوري، يعني المجلس الدستوري كما قال البروفيسور عامر خيلة على أساس أنه كل 3 سنوات يتم مراجعة العمل التنظيمي أو المواد التي تنظم عمل هذه الهيئة، وهي هيئة دستورية يعني منوط بها الكثير من الأشياء. ربما المطبات والأشياء الأخطاء التي وقعت فيها الانتخابات أفريل والمشهد الذي لاحظناه وين وقع المجلس الدستوري وأعضاء المجلس الدستوري وخبراء المجلس الدستوري في حالة حرج كبير، بمعنى في مسألة الشرح وتقديم شروحات للمواطنين للإعلام للمختلفين على أساس أنه كان فيه نوع من التضارب في شرح المواد. إذن هذه المراجعة نظن راح ترفع اللبس وترفع على الغموض، ونتجه كما قال الأستاذ الكريم نحو الشفافية، وهذا الذي الآن مطلوب، لأنه الميكانيزمات التي سنبحث عليها في مسألة الذهاب للانتخابات الرئاسية هو أننا يجب أننا نبتعد قدر الإمكان على كل مادة قانونية أو كل إجراء أو كل قرار يكون فيه نوع من الغموض. لهذا أعتقد الآن مسألة تقديم المترشح لي للمجلس الدستوري حتى يترشح إلى منصب رئيس الجمهورية يجب أن يكون هو حاضر لكي يعرفوه الناس ويشوفوه الناس ويتكلم مع الناس ويقدم الشيء بشكل قانوني. أما اللي تم في المناسبات شيء غير مقبول ومرفوض، ونتمنى أنه لا يتكرر. مهرجان يعني كذلك في مسألة أخرى، في مسألة أنه اليوم نظن في المادة 79 أستاذ عامر خلاف في إلزامية القرارات التي تصدر عن المجلس الدستوري، اليوم تم التراجع في هذه المسألة، وأنا ممكن مش راح ندخل في التخصص على الأستاذ عامر هنا، ممكن كذلك هذه راح تفتح لنا مجال للنقاشات. ولكن احنا اللي يهمنا أكثر هو أنه هذا المجلس الدستوري يجب أن يكون مستعد
لأننا سنمضي بشكل أو بآخر إلى تنظيم انتخابات رئاسية. هذه الهيئة التي هي هيئة ضمن المنظومة أو العملية الكبرى لتنظيم الانتخابات، لأنه في المجلس الدستوري سيتم إيداع ملفة الترشح، في المجلس الدستوري سيتم إثبات ومراقبة صحة الانتخابات والاستفتاء، وكذلك المجلس الدستوري القانونيين هو اللي يدرس الطعون ويبت في مسألة الطعون. إذن هذا المجلس عليه وبالخبراء الذين ينتمون إليه أن يكونوا على استعداد، لأننا ماشيين على استحقاقات، وربما على رأس هذه الاستحقاقات هو الانتخابات الرئاسية. أستاذ عادل الأخيلة، دائما في هذا الإطار أشار الأستاذ علي ربيج إلى جزئية تتعلق مثلا مجال المجلس الدستوري، رقابة شفافية الانتخابات أيضا. لما نتحدث عن المجلس الدستوري نتحدث عن الهيئة التي تطالب بها الآن المعارضة وكل الطبقة السياسية، هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات. إلا سمحتي قبل هذا لتنظيم الانتخابات. نعم. قبل هذا عندي إضافة، الدفع بعدم الدستورية حتى بالنسبة للدول الديمقراطية راه حديث. نعم. الآن كاين ثلاث اتجاهات في العالم، كاين دول اللي تعطي الدفع بعدم الدستورية للمواطن. نعم. ليس بالضرورة أن يكون متقاضية. صح. قال أنا المواطن صدر نص قانوني نشوف فيه بعدم الدستورية، روح نتظلم منه. كاين الدفع بعدم الدستورية اللي مربوط عن طريق سير القضية مربوطة بالمتقاضي. صحيح. وكاين دول مازال ما تسمعش كامل بالدفع بعدم الدستورية، يعني دول أوروبا الشرقية هذه ولا يعني سابقا، ولا دول ما يسمى بالعالم، مازال في العالم الثالث يعني. نعم. الدول النامية هذه لحد ساعة احنا بالنسبة لنا في ثقافتنا هذه الدفع بعدم الدستورية كلمة جديدة يعني، وفرنسا نظن عندها عقد ونص من الزمن ولا كذا اللي بدأت تقوم بها. ولذلك هذا بالنسبة لنا هذه تدخل ضمن الثقافة الجديدة. تلقى مسألة ترشح والتنافس على الترشح ووجوب وجود قانون خارج القانون اللي هو موجود لحد الساعة، النص عندنا تاع المجلس الدستوري راه صدر، راه حافظ للمجلس الدستوري عن دوره الرقابي الانتخابي. لو كان فيه نية لدى السلطة في أنها تستجيب لطروحات موجودة اليوم على مستوى الشارع السياسي فيما يخص الدور الرقابي، فيما يخص دور إعلان النتائج أنها تنزحها من المجلس الدستوري، ما كانتش تترك المجلس الدستوري. والمجلس الدستوري نقول الكلام هذا يعمل بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية. نعم. كان الأمر هذا ما يمرش، لكن الآن اليوم راهي الجريدة الرسمية صدرت وراهي بقات لنا الأحكام الخاصة بمراقبة المجلس الدستوري وبالمهام نتاعو في مراقبة الانتخابات الرئاسية وفي إعلان النتائج. ما هو مطروح اليوم؟ نعم. على مستوى الساحة متعدد، هناك من يقول بأنه نترك المجلس الدستوري دور تاع إعلان النتائج، وهذا ما يمسش بصلاحية المجلس الدستوري. لماذا؟ لأن المجلس الدستوري لما تقدم له النتائج عنده محاضر راح يدرسها. ولكن سيد عام الخير، من سيقدم له النتائج؟ هنا الإشكال اللي الان الاشكال تنظيمي. في وقت فات كانت وزاره الداخليه هي اللي تقدم النتائج. نعم. الان في المستقبل الشيء اللي احنا ولكن كانت عندنا هيئه عليا مستقله لمراقبه الانتخابات لم تكن مستقله. لا خلينا، ولكن احنا نتكلموا على النص كيفاه موجود في هكذا. صحيح. تبقى قضيه سلوك حتى تقول لي هذا، خليني اروح ابعد. انا عضو سابق في المجلس الدستوري. صحيح. ونقول لك هل المجلس الدستوري بالنص اللي يعمل به وكذا لازمنا؟ لا 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 ما تقوليش الكلام هذا، ماشي بالطريقه هذه. لا، هل لازمنا نتقيد بالحرفيه هذه 100% اللي موجوده؟ انا اقول بلنا في مؤسسات في مرحله تعلم، هي مشكله دركا احنا مستمع مازال ماهوش ناضج تقول له الدفع بعدم الدستوريه وتزيد تشترط بلي بالمحامي. يعني باه تفهموا الدفع بعدم الدستوريه، المتقدر عنده ما يدفع. نعم. راهو يدفع تعب المحامي على مستوى مصاريف التقاضي. طيب. على مستوى المحكمه الابتدائيه، المجلس، المحكمه العليا. نعم. ولا المحكمه الاداريه ولا وبعد يروح على مستوى المجلس الدستوري. انا عام الخير انا نقص في الجزئيه اللي تكلم على اعلان نتائج الانتخابات ومراجعتها والطعن فيها. من سيقدم للمجلس الدستوري النتائج؟ كاين حاجه من الاثنين، يكون دولة ديمقراطية تعمل بالمؤسسات وهذه الصلاحية تاع الانتخابات خاصة بالمجلس الدستوري فيما يخص إعلان نتائج وتلقي الطعون، أو نديروا هيئة. خلي نديروا هيئة. خلي أهل السياسة يقول لي خلي الحوار يكون.
وعندما الحوار راه يقوم راه كاين مطالب الطبقه السياسيه وكاين مطالب الحراك وكاين مطالب المجتمع المدني، كل هذه مطالب المجتمع المدني والسياسه مش فيها ما فيهاش يعني يا ابيض يا اسود، يعني كاين دائما انقراض وكاين دائما هذا. انا نقول لك في هذا الطرح هذا نظن بلي نخلي هذا صحيح باش يبقى احنا بطبيعه الحال ونكونوا دائما متمسكين بالقوانين يعني بحرفيه القوانين هذا شيء ايجابي، والرجل الدستوري او الرجل القانوني اللي ما يتمسكش بالقانون او بتطبيق المواد القانونيه انا ما اعتبروش كرجل قانوني، ما اعتبروش كرجل سياسي حتى السياسي، والرجل السياسي اللي ما يعتبرش بالمواقف السياسيه ما تعتبروش كرجل سياسي. هناك اجتهاد سياسي وهناك امور تقنيه قانونيه، لا يجب هذا الاجتهاد السياسي ان يتعارض مع القانون ومع الدستور. كاين قراءات، كاين احنا نقول لك عندنا طرح وعندنا اطروحه في هذا المجال، عندنا فيما يخص هذا المجال مش مشكل. خلينا هذا المشكل هذا نخليهم نظن كاين حقول الحوار الحقيقي نتكلم على المواضيع وما بطل. عندما نصل للحوار وكيف هي آليات الحوار والمبادرات وقائمة الشخصيات، هل نحن بحاجة إلى حوار إلى شخصيات أو إلى آلية لتحضير الظروف لهذا الحوار؟ طبعا لدينا تقرير في الموضوع نتابعه ثم نعود للجزء الثاني من النقاش في بلاتو في المزاد. في وقت كان الكل يتحفظ على الأسماء التي تقود الحوار عدا تلك التي يقترحها الحركيون، انتعشت بورصة الشخصيات المقترحة لتسيير الحوار. عبد الرحمن عرعار كان أول من كسر الطابو باقتراحه عبر المنتدى المدني للتغيير 13 شخصية. هذه الأخيرة أثارت جدلا كبيرا بعد نفي البعض منها التواصل معها، وذهبت لأبعد من ذلك بالقول إنه لا علاقة لها بالأمر. في وقت ثمنت الرئاسة خطوة منتدى التغيير يخرج وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي، وهو الوارد اسمه في قائمة 13، يخرج عن صمته ويصدر بيان أن الجهة المبادرة لم تتصل به، وأكد أنه سيقبل الحوار لكن بشروط. من جهتها مبادرة الشعبية الباديسية نوفمبرية التي أشرف عليها جمال بن عبد السلام رئيس حزب الجزائر الجديدة اقترحت شخصيات اعتمدت على ضباط متقاعدين من الجيش وكذا دكاترة وإطارات سامية. مجموعة 11 والتي كشف عنها نداء أبناء الجزائر القوية تتقاطع مع بعض القوائم فيما يخص الشخصيات المقترحة كرئيس المجلس الوطني سابقا كريم يونس، هذه هي الشخصية التي سوق لها إعلاميا مؤخرا. على كثرة القوائم بين من يعتقد أنها تشويش وتمييع للسياسة بهذه الشخصيات التي يتم التسويق لها إعلاميا لخدمة. مشاهدينا الكرام أهلا بكم مجددا، قبل أن أفتح النقاش حول قوائم الشخصيات لدينا فاصل ثم نعود.